في هذا اليوم ندشن العام الدراسي 2016-2017 في محافظة الجوف بحضور محافظ المحافظة الشيخ العميد أمين بن علي العكيمي. هذا العام إن شاء الله سوف يكون عام حافل بالجد والاجتهاد، في نسعى فيه إلى تغيير النمط السابق الذي مشت فيه العامين الماضيين، التي كثم فيها من ميليشيات الاحتلال أو ميليشيات الحوثي على مدارس المحافظة واحتلتها. إن شاء الله سبحانه وتعالى نبذل قصار جهدنا، وعندنا أمل أن يكون هذا العام مختلف عن العوام السابقة. مدير عام التربية، رئيس اللجنة الطبية في المحافظة، شكرا لجهوده السابقة في التربية والتعليم بمحافظة الجوف، وكان له أثر كبير جدا، ونحن نأمل ومتأكدين أنه سيكون جهوده في هذا العام جهود أرقى وأكبر، وخصوصا أنه بعد ما هدمت المدارس وعطلت الدراسة فترة طويلة من أسباب الانقلابيين، واليوم هذا يوم سعد نرى أبناءنا محتفلين بهذا الافتتاح وبدء العام الدراسي، وإن شاء الله أن يكون عام حافل بالتعليم والعلم، وأن يكون حافل إن شاء الله بالانتصارات التي يحققها أبطالنا المجاهدين في الجبهات. الحمد لله بدأنا من اليوم دراسة، لأن السنة الماضية ما درسنا، ونشكر المحافظ من العكيمي على زيارة